السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الحمد لله الواحد خلص ثانويه، ان شاء الله تكون قصه الاخير. يعني كانت سنه طويله جدا جدا، الحمد لله خلصت. من اكتر السنين اللي استفدت منها في حياتي، يعني بعدها دراسه وبعدين اي حاجه، كانت اكتر سنه مثمره في حياتي بفضل الله يعني. والاهم اللي احنا رجعنا نصور الحمد لله، يعني النتيجه تظهر النهارده. يعني المفروض الواحد يكون قلقان ومترب عشان دي ثانويه عامه، يعني عنق الزجاجه، يعني لو ما جبتش مجموع كويس يبقى مستقبلك ضاع. لا مش كده خالص، يعني مش بؤمن بالخرافات دي. هي سنه زي اي سنه، يعني سنه مهمه في حياتك وهتفرق في حاجات كتير، ولكنها مش نهايه المطاف، يعني هتعدي عادي وكله تمام يعني بفضل الله. شايفين يعني دلوقتي انا في الغيط، يعني اجمل حاجه في الارياف كلها هي الحياه الخضرة دي، كل الحياه الجمال اللي انتوا شايفينه ده، دي اهم حاجه، دي احسن حاجه في الارياف، دي الايجابيه الوحيده. يعني طب انت عارف هما ليه سموها كليات قمه؟ هي كليات الطب والهندسه. عارف ليه؟ عشان العائد المادي اللي جاي من وراء الكليات دي اكبر من اي كليه تانية في اي مجال، عشان كده سموها كليات قمه. ده السبب المقنع بالنسبه لي انهم سموها كليات قمه، عشان كده. يعني انا علم رياضه، وانا فاكر اللي انا بحب هندسه، فهل انا بحبها بجد؟ مش هعرف انا بحبها بجد ولا لا الا ما اخش الجامعه واجرب. كذلك انت فاكر انك بتحب طب، فانت مش هتعرف انت بتحب طب ولا لا الا ما تخش وتجرب. كذلك اي حاجه في حياتك مش هتعرف انت بتحبها ولا لا الا ما تجرب الحاجه دي، ساعتها هتعرف انت بتحبها ولا لا. طب افرض انا دخلت هندسه واكتشفت ان انا مش بحبها، هل هكمل فيها ولا هخرج منها واشوف كليه تانيه انا بحبها؟ لا هكمل. عارف ليه؟ عشان في فرق بين العمل والهواية. الهواية دي حاجة أنا بحب أعملها، يعني سواء كان وراها عائد مادي أو لأ، فأنا هدنى أعملها عشان أنا بحبها زي الفلوجز كده. أما العمل فواجب عليك، سواء كنت بتحبه ولا لأ، تخين رفيع طويل قصير، فأنت لازم تعمله عشان عندك التزاماتك ومسؤولياتك، ثم أهلك أولادك زوجتك، فلازم تعمل الحاجة دي عشان توفر احتياجاتهم. واحمد وديد كان يتكلم في الموضوع ده، ولكن بطريقه غير مباشره، وانك بعد ما تخلص الجامعه ما تصدمش بالواقع المؤلم. يعني للاسف الشديد الواقع بقى مادي جدا، فانت مش هتعيش بالحب ومش هتتجوز بالحب، فالواقع محتاج شويه ماديات. تعال ناخدكوا لفه كده في المكان الجميل ده ونكمل كلامنا، يعني ان شاء الله. هم لا 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 هم لا لا يا لا هم لا 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 يا لا 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 ان شاء الله هنكمل تصوير هنا كده ان شاء الله. المهم انك لازم تسعى انك تكون غني، لازم تحط الهدف ده ضمن اهدافك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحرص على ما ينفعك، الحاجه اللي فيها نفع ليا لازم أن احرص عليها. المشكله انك فاهم غلط، يعني ربنا قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي بصلي لله، بذاكر لله، وبشرب وباكل لله، كذلك بسعى ان اكون غني برضو لله. فاما ربنا يوسع عليك في موضوع الفلوس ده ويوفقك وينعم عليك انك تستخدمه صح، دي اهم حته انك تستخدمه صح، هتساعد ناس كتيره جدا وهتسيب اثر رهيب وهتقرب من ربنا اكتر. يعني دي اهم حاجه انك تقرب من ربنا اكتر، عشان انت جاي الدنيا هنا مش عشان الدنيا دي، يعني انت خلقت الجنه عرضها كعرض السماوات على الارض. القران ربنا قال يا ليتني قدمت لحياتي، مش في حياتي، حياتنا لسه ما ابتدتش، حياتنا بعد الموت. قلت الكلام ده في فيديو قبل كده، بقوله تاني وتالت، فالموضوع مهم جدا. يعني لازم تسعى انك تكون ناجح وانك تسيب اثر، انك تسيب اثر وسائل متعدده جدا كتيره جدا، في البيئه اللي حواليك، في اصحابك، في اهلك، فاسعى. اتمنى تكون وجهه نظري وصلتكم بطريقه صحيحه باذن الله، ولو حد عنده وجهه نظر تانيه ممكن تناقش في الكومنتات باذن الله. بس وانا دلوقتي مروح عشان النتيجة تقريبا هتظهر كمان شوية، فدعواتكم كده يعني نجيب مجموع كويس ان شاء الله كله خير، يعني الحمد لله. فسلام. النتيجة دلوقتي ظهرت تقريبا الحمد لله، يعني فتعال نشوف ان شاء الله جبت كام. يعني الموقع معانا شوية، ولكن ان شاء الله يبقى تمام يعني باذن الله، اتمنى ذلك يعني باذن الله. ربنا يستر، ربنا يستر. اهو
الحمد لله الواحد ربنا كرمه مجموع كويس لحد ما يعني الحمد لله. فكرة الواحد كان بيحاول يخلي موضوع الدراسة ده ان يتربي ربنا اكتر، كان فيه كزانية طلة. الفكرة كنت بذاكر بنية ان ما ينفعش واحد بيدعى ربنا يجيب اكتر مني، دي حاجة يعني ربنا يوفقه كل حاجة واتمنى خير وكل حاجة، ولكن كانت حاجة بتديني دافع اكتر ان انا ذاكر يعني عشان انا مسلم. فالمسلم لازم يكون ناجح في حياته بصفه عامه، ناجح في الدراسه في الشغل في الحياه العمليه في كل حاجه. مسلم دي بتشمل كل حاجه، وكذلك برضو مش عايز حد يصنفني يقول انت شيخ انت بتاع دين بس بتكلم في دين بس. المسلم بيتكلم في كل حاجه معايا، الحته دي مهمه جدا. انا مسلم دي بتشمل كل حاجه، المسلم بيبقى ناجح في حياته، مفيش مسلم فاشل المفروض يعني. مسلم ناجح في الدراسه، ناجح في الحياه العمليه، ناجح في كل حاجه، فيا ريت محدش يصنفني يعني. اوكي، فالفكرة بقى انك تكمل. السنة دي كانت طويلة جدا 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 بجد يعني بس الحمد لله خلصت يعني الحمد لله. وعلى قد ما تعبت هتجيب بالظبط والله، على قد ما تعبت. اذا ما كنتش بتغش دي حاجة تانية، على قد ما تعبت هتجيب بالظبط والله يعني. وربنا كريم جدا، الواحد ربنا كرمه يعني الحمد لله الحمد لله. فالفكرة انك تخلي الثانوية دي مش كل حاجة يعني. هي ناس بكلم كده للناس اللي ما جابتش مجموعة كويسة والناس اللي دخلتش كلية عايزاها، الثانوية مش في نهاية المطاف، وهتكتشف ان اللي حصلك ده خير يعني، اللي بيحصل لك خير دايما. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير. تمام، اي حاجة بتحصل لك خير خير خير. انت انا دخلت كلية كذا ومش حبيبها، هي دي الخير اللي حصل لك، هو ده الخير، مفيش مجال تاني. اسعى بس واجتهد وربنا هيوفقك، ده اللي انا عايز اقوله يعني بالنسبة للموضوع ده. فبس اتمنى التوفيق للجميع وربنا يسعدكم ويوفقكم ويشد حيلكم. بس سلام. بقيت عندنا جنب المكابر فطعزوا بقى يعني، هنا اخرك مهما وصلت في الدنيا من منزلة مرموقة اخرك هتبقى هنا، وانا اكون جنبك عضو يعني مفيش مخيلة يعني. يا رب اللهم احسن خاتمتنا يعني، وارحم موتانا وموت المسلمين اجمعين ربنا.